انت ناس لا شغل لا عمل، خدمات ماكو، اكو جماعه هذول برلمان صعدوا بروسنا وعافونا يعني تركونا، هم استفادوا واحنا بقينا نفس الوضعيه، بقينا أسوأ. وحكومة عبان نشوف الخير من جانا محمد شياع سوداني، شو نفس الشيء. اكو خطيه فيها يعني مدمره بالنسبه للمتقاعدين، متقاعد صار له 40 سنه بالبرد والحر والمطر والجسمه، ويعطونا من يطلع يعطونا 400 300، ويجون واحد يجونه من الشارع يخدم اربع سنوات تقاعد يعطونا 5 ملايين، وين بيا قانون متقاعد حجي؟ ها انا ما لا والله لا متقاعد ولا كل شيء، يعني ما عندك لا راتب تقاعد ابدا ابدا، لا ماكو شيء ماكو. زين هاي وضعيتنا، وهاي شوف العالم هاي خطيه، شباب نايمه بالبيوت لا شغل لا عمل، يعني حيل 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 وضعيتنا بالدول العالم، ما صار بالسودان بالصومال ماكو شيء. تمام اي والله، ولا حكومه بيها خير يعني، وتضبط تسوي هاي الشباب اللي ما تشتغل لا تعمل لا شيء، اشغل مصانع ولا شيء، وهاي العالم شنو؟ قاعد يسوون مشاريع بس لاحزابهم والعصاباتهم والعصابات، بس هذا النقل لازم تنشروه. احنا ما نقطع شيء. اي ما تقطع شيء، بس عصاباتهم هم وعصاباتهم مستفادين، والا هاي الشباب والعالم هاي الكذب ولا كلهم ما مستفادين. زين شوكم رايدي؟ اكثرتهم هنا بطاله. بطاله قاعد شو تسوي العالم؟ وين تروح؟ وين تروح؟ هذا الكادر قمصان، هذا الكادر تكرم احذيه، هذا الكادر يعني هاي وضعيته، وين تروح الناس؟ هم يحاربوهم بارزاقهم؟ هم يحاربوهم، هم يهددوهم، هم يقولون شيلوهم، هم يقولون وين يروحون؟ بس هذا السوق غير ما يخالف، غير سوي لهم يعني بديل، سوي لهم بديل حتى يشتغلون الناس تعيش، اذا انت لا تطيهم وتحاربهم وين يروحون؟ وين يروحون؟ بس انا اكد على هاي مال التقاعد، اذا هم حكومه تمثل العراق وهاي ينتبهون للمتقاعدين، انا مو متقاعد بس انا اشوف الرعايه قالوا يعطون الاطفال طلاب وكذب وكذب، قالوا 300 وكذب، يعني يعطون في الشغلات بالفضائيات ما لها تنفيذ، ما ينفذون، كلهم كذابين، كلهم كذابين.